الحمد لله على إحسانه وشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد عباد الله، أيها الكفار كفار المسلمين، ومن لم يتيسر لهم الشريك ومن ليس لهم استطاعة عن الشريك لله حرام، اعلم أن من فضل الله تعالى ومن فضل رسوله صلى الله عليه وسلم أن جعل لهم أعمالاً تعني الحجر والعمر وأنتم في بيوتكم وأنتم في أوطانكم. ومن ذلك نية الحج نية خالصة، أن ينمي الإنسان خاصة الإنسان غير مستطيع فقير، ينمي في قلبه يقول يا رب لو أنعمت علي وأعطيتني مالا وأعطيتني صحة لأخشى أن أريد من حرج. وهو بإذن الله تعالى بتلك النية ينال ثواب الحج. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن بالمدينة رجالاً ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واجيا الا كانوا معكم حبسهم الرجل. هذم اقوام تخلفوا عن الجهاد في سبيل الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم اعراض لامراض ولاعذار شرعيه، ولكنهم محسنين في قلوبهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم والقران الكريم بشر هؤلاء بانهم مجتهدون في الاجر مع المجاهدين، وهكذا الشان مع المسلمين. ثانيا المحافظه على صلاه الفجر في جماعه، وذكر الله تعالى الى طلوع الشمس. ذكر الله تعالى سواء في المسجد او يصلي الفجر في جماعه حتى يرجع الى بيته، يذكر الله تعالى الى طلوع الشمس. هذا ان شاء الله عنه اجر من حشاه. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعه ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام وصلى ركعتين كتب الله له اجر حجه وعمره دامه. ثالثا مجالس العلم في المساجد. يقول صلى الله عليه وسلم: من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا ويعلمه كان كاجر حاج دام حجه. فضل الاسلام عليه فضل الرسول صلى الله عليه وسلم. رابعا المشي الى الصلاه المكتوبه. يقول صلى الله عليه وسلم: من مشى الى صلاه مكتوبه في جماعه فهي احشى. وفي حديث اخر: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. خامسا بر الوالدين. أخرج الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أشتري الجهاد وإني لا أقدر عليه. فقال له عليه الصلاة والسلام: هل بقي أحد من والديك؟ قال: أمي. فقال: فاتق الله فيها، فإن فعلت فأنت حاج معتمد مجاهد. قال: ما عندي أم. قال: إذا لقيت الله عز وجل في أمتك لو عندي أجر حاج وأجر معتمر وأجر مجاهد. كلمة أخيرة أو نقطة أخيرة لمن حج حجة الإسلام: اعلم أن قضاء حوائج المحتاجين أعظم أجرا من حج النافلة. تحدثنا عن أن الحج فريضة وهي فريضة مكرمة، والسؤال يتردد كثيرا: إنسان ميسور أي أول ما أفضل يحج حجة ثانية وحجة ثالثة ونافلة، أو يقوم بعمل بالأخرى. أكثر العلماء على أنه عمل بالأخرى عن الله تعالى أفضل من الحجة النافلة، أن تغطي هموم المحتشين. اليوم فقراء هم نسميهم مشارق الأرض المغاربة، ناس لا تجد طعام ولا تجد شراب ولا تجد شرب ولا تجد مسكن، هذوما أولى بأن تصبح أموالك في خير. هنا هو شوف الاعتداء في الإسلام. لو حجة الحجة الفرق ما فيهاش نقاش. الحافظ الحجه النافله ثم كثير من الاعمال افضل منها. وهنا باش تعرف الانسان اللي يعبد الله سبحانه وتعالى على حق، والانسان الذي يعبد الله الذي يعبد الله على حق يقع على الاجر العظيم، مش يدور على شهوه النفس، لان النفس تشتهي انه يجي الحج ويسافر وكذا. لكن تنخبط النفس لما تنفق في سبيل الله، مش تزوج فقير ولا مش تقدم فقير ولا مش تعطي العائله معزوله، المراه مسكينه معناها لا تجد ما تنفق على عائلتها. يقول عليه الصلاة والسلام واختم بهذا الحديث: أحب الناس إلى الله أن تعبد الناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تطفئه على مسلم أو تكشف عنه مر أو تقضي عنه دين أو تطلب عنه جوعا، ولا أن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجد هذا الشهر الكريم. أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن المسلم يمشي في حاجة أخيه مسلم خير له من يعطيك الشهر كامل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اما بعد عباد الله، ان الله ملائكته